السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. صعد فريق المحرق إلى صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بفارق الأهداف عن البسيتين والحدة بعد تعادله مع رفاعة الشرقي بهدف لمثله في ختام الجولة الثانية من المسابقة. الرفاعة الشرقي تقدم أولا عن طريق اللاعب علي عبد الله في الدقيقة 7، فيما استطاع مهدي عبد اللطيف من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44 يرفع المحرق رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصل الشرقي على نقطته الأولى هذا الموسم. من جانبه حقق الحر فوزه الأول هذا الموسم بعدما تغلب على رفاعه ب3 أهداف مقابل هدف. عبد الوهاب المولود افتتح تسجيل في الدقيقة 3، بعدها ضعف محمد الرميحي النتيجة في الدقيقة 27، كما ضاف محمد السيد عدنان الهدف الثالث في الدقيقة 76، بينما قلص عيسى غالب النتيجة لرفاع في الدقيقة الأخيرة يرفع الحد رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الرفاع عند 3 نقاط. وعلى استاد خليفة عوض الملكية خسارته في الجولة الماضية وحقق فوزا كبيرا ب4 أهداف دون مقابل على حساب المنامة. أهداف الملكية جاءت عن طريق كل من اللاعب عيسى عبد الوهاب ورضي عيسى والمحترف سيدو، بالإضافة لهدف اللاعب حسين حسن، ليحقق بذلك الملكية فوزه الأول هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد المنامة خاليا من النقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.